واحد بيقول هل يجوز ان الكاهن يصلي صلاة العشية بالملابس السوداء ام بالملابس البيضاء؟ الملابس البيضاء الكاملة هي لخدمة المذبح وخدمة الذبيحة المقدسة، لكن في صلاة العشية بيخش الكاهن جوه الهيكل ويرفع بخور. ما دام يخش جوه الهيكل ويرفع بخور، اذا لابد ان يكون لابس بعضا من ملابس خدمة المذبح. عموما بيلبس صدرية او بيلبس اي حاجة كده احتراما لخدمة المذبح، لان مش معقول يخدم المذبح ويرفع البخور حواليه بنفس الملابس السوداء. كمان يلبس التونيا واللبس الكامل اللي خاص بالذبيحة فيبقى وضعه متوسط، ملابسه العادية وفوقيها صدرية مثلا او حاجة زي كده.